السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الشيخ، إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله. ممكن توضيح عن القزع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن تحلق بعض شعر الرأس وتترك البعض الآخر. تمام. وفي الحديث الآخر، وإن كان فيه كلام بعض الشيء، احلقه كله واتركه كله. بارك الله فيكم. شكرا الشيخ، الله يسلمك.